يعني بسلايدات بس حنكتب كتابة للشرح. طيب احنا هنبلش بشابتر جديد، بعدين حنعمل شوية اكزرسايز بنمرقهم بنصير شوي شوي بالحصص. اليوم حنحكي شوي على موضوع الفيدباك كنترول سيستم كاركترستكس. اذا عندي سيستم كنترول كيف بدي اقول هذا السيستم منيح مش منيح، البرفورمانس كيف بدي ادرس البرفورمانس، كل هالقصص حنحكي بيناتهم على سبيشال تايب اوف سيستمز. هلا بنشوف. طيب الخطوه الاولى اللي بدنا نحكي عنها اول شيء تايم ريسبونس اوف دايناميكال سيستمز. هلا هول موجودين بسلايدز، هلا ممكن نزيد شوي ممكن نقص شوي، بس بسلايد موجودين. اللي بده يكتب يعني فيكم تكتبوا فيكم. اوكي، فالبارت الاولى هي تايم ريسبونس اوف دايناميكال سيستم. طيب هيدي اول بارت. لما نحكي على التايم ريسبونس اوف دايناميكال سيستم شو قصدنا نحن؟ اوكي شو قصدنا فيها؟ شو قصدنا اول شيء تايم ريسبونس اوف دايناميكال سيستم؟ نبلش يعني دايناميكال سيستم، بعدين شو التايم ريسبونس؟ قد ايه بياخذ وقت؟ اوكي، فلما نحكي نحن على التايم ريسبونس اول شيء دايناميكال سيستم يعني سيستم ذات الاوتبوت تشينج وذ ريسبكت اوف تايم، يعني فاريز وذ ريسبكت اوف تايم. فهو ان كونتراست تو ذا ستاتيك بيقولوا مثلا، انتوا اخذتوا ماده بالترونكم ما اسمها ستاتيك اذا متذكرين. اوكي، بستاتيكس شو بتشتغل؟ هلا مش بس بكل شيء عاده، في ستاتيكس او الاستاتيك او الرجيم بيرمانو بسموه، هذا موجود بكل شيء بالالكتريستي بال يعني بالالكتريكال بالميكانيكال بكل الدومينز. طيب فالدايناميكال سيستم عاده هو ان كونتراست تو ذا يعني بقول داينامكس in contrast to statics. اوكي، بالستاتيك سيستم بيكون ثابت، يعني افترضوا اعطينا انبوت وصل لرجيم بيرمانو هيدا بسموه statics. اوكي، بالداينامكس يعني سيستم عم يتغير as a function of time as a function of time او function de temps. كونكم مخلوطين عم نخلط فرنسي انجلش. طيب فاذا شو التايم ريسبونس؟ تايم ريسبونس كيف بده يكون الريسبونس لهيدا السيستم as a function of time، يعني بنرسم الاوتبوت as a function of time. يعني انا حيكون عندي سيستم هون، هيدا السيستم عنده انبوت مثلا الانبوت هو يو اوف تي. اوكي، هون عندي ترانسفير فانكشن مثلا، عندي اوتبوت، هيدا الاوتبوت واي اوف تي. كيف بنرسمه از فانكشن اوف تايم؟ هو اللي بنسميه نحن تايم ريسبونس. اوكي، يعني مثلا افترض الريسبونس بيكون ممكن يكون شيء هيك اوكي او غير شكل، هيدا بسموه من هون لهون بسموه الترانزينت بيهافير، وهون لهون بسموه شو اسمه ستيدي ستيت، او بالفرنسي هون بسموه رجيم ترانزيتوار هون بسموه رجيم بيرمانو. اوكي طيب ماشي، فكيف بدنا نشتغل بهيدا السيستم؟ بدنا نطلع الاوتبوت. فنحن اذا عندنا هلا هن عاده قلت لكم انا بنكتب يو اوف تي اصطلاحا، بس هي الكوركت فورم هي يو اوف اس، وهون واي اوف اس. اوكي، يعني نحن عم نشتغل بالبلوك دياجرام، عم نشتغل باللابلاس ترانسفورم، ما عم نشتغل بالسيجنال بالتايم دومين، بس انه اصطلاحا فيها نكتب يو اوف تي يو واي اوف تي. اوكي، بس هي على طول حتى لو كتبنا يو اوف تي واي اوف تي ما حدا يكتب لي واي اوف تي از ايكوال جي اوف اس ملتبلايد بيو اوف تي. اوكي غلط. اوكي، هي واي اوف اس ايكوال جي اوف اس ملتبلايد بيو اوف اس. اوكي، على طول يعني حتى لو حطينا يو اوف تي على الرسمه كاصطلاحا ما في مشكله. طيب اذا بدنا ندرس الاوتبوت لهيدا السيستم as a function of the input شو بدنا نعمل؟ نحن اوريدي طلعنا اللابلاس ترانسفورم جي اوف اس، تعلمنا كيف بنطلع اللابلاس ترانسفورم عفوا الترانسفير فانكشن، فعندنا ترانسفير فانكشن. طيب فاذا الكونسبت هلا هون افترضوا انا عندي ترانسفير فانكشن جي اوف اس، اوكي، وعندي اليو اوف اس، اليو اوف اس بعرف شو هو. اوكي، هيدا نون وهيدا نون، الاوتبوت هون واي اوف اس هو اللي بدي انا احدده، وما بهمني الواي اوف اس بهمني الواي اوف تي. فاذا انا اذا طلعت عندي ترانسفير فانكشن جي اوف اس وعندي اليو اوف اس، في يقول واي اوف اس سمبلي از ايكوال جي اوف اس ملتبلايد باليو اوف اس، تطلع الواي اوف اس. طب متى ما طلعت الواي اوف اس بعدين شو بدنا نعمل فيها؟ نرجع رجوع بنطلع نعمل لابلاس انفرس، بنطلع بعدين بعد هاي بنعمل لابلاس انفرس تعطيني واي اوف تي. فإذا متى ما بقدر ارسم الواي اوف تي صار معي اياها؟
اوكي. فاذا هيدي هي البروسيجر اللي فيها نشتغل فيها. بنطلع بنكون معنا ترانسفير فانكشن، بنضرب اليو اوف اس، نعرف شو بيطلع، تطلع واي اوف اس، نعمل انفرس لابلاس تطلع معي الواي اوف تي. هيدي اللي بسموها التايم ريسبونس. طيب لحتى نقدر نعمل هالشيء بدنا نعرف شو اليو اوف اس. اليو اوف اس عادة نحن في عنا كذا سيجنال هن بنشتغل فيهم، هلا مش شرط يكونوا هن الوحيدين، بس انه عادة هن السيجنالز اللي اكثر شيء بنستخدمهم بالكنترول وبمعظم الابلكيشنز. اول واحدة من السيجنالز شو هي؟ حدا في يقول لي يتوقع شو هي؟ يعني انبوت، انا شو بعطي انبوت؟ اسهل نوع انبوت بعطيه شو هو؟ اليونت ستيب او الاشلون، صح؟ فاذا اليونت ستيب او اذا بدكم فيكم تقولوا الستيب ان جنرال حتى ما نجبر حالنا باليونت. يونت ستيب يعني ستيب اوف امبليتود 1، اوكي؟ بس هلا فاذا اذا قلنا يونت ستيب يعني ستيب اوف امبليتود 1، بس حنحكي ان جنرال ستيب او بالفرنسي الاشلون بسموه، اوكي؟ اشلون هذه بالفرنسي، اوكي؟ يعني اوكي. طيب شو هو هيدا؟ هو عبارة عن تغير فجأة بالانبوت. يعني هلا انا جيت كبست هيك طفى الضوء هيك، هيدي يونت، اعطيت يونت ستيب للسيستم، هيدي يونت ستيب، اوكي؟ لاحظوا لما اعطيت اليونت ستيب مثلا ورا، او خلينا ناخذ ضوء هون، لما اعطيت اليونت ستيب بياخذ وقت ليضوي ليوصل لرجيم بيرمانون، اوكي؟ فهيدي هي هيدا التايم هو الريسبونس نحن عم ندرس، اوكي؟ انا اعطيت يونت ستيب، الانبوت هو يونت ستيب. طيب فاذا اول وحده هي اليونت ستيب، الستيب هي اللي بيعبروا عنا بالسيجنال مثلا يو اوف تي ايكوال A if t greater or equal than 0 و 0 if t negative. يعني هي at a certain time at a certain instant في عنا ال U of t بتبلش بتكون هون 0 على t equal 0 بتطلع على amplitude A. هلا إذا قلنا unit step ال A بتكون 1. طيب شو Laplace transform لهاي؟ هلا ال U of S هي شو هي؟ قلت لي 1 over S. 1 over S. هلا بالفرنسي ال S هي بحطوها P، فشايفينها بمحلتين بتطلع 1 over A over S لأنه عم نشتغل A، اوكي؟ A over S لأنه amplitude A. طيب فإذا هيدي هي ال input. طيب هيدي هي step وهيدي هي ال input. فهيدا أول نوع signals ممكن نستخدمه. هلا في table بنعطيكم إياه في كل هول Laplace transform. تاني نوع سيجنالز عادة بنستخدمه شو هو؟ توقعوا شو هو مثلا؟ ايه؟ تي، شو هو هذا بسموه؟ رامب، أو بالفرنسي رامب مع إي، يعني ححط إي بس هون إنه رومب بسموه، أوكي؟ رامب بالإنجلش مع إي بتصير في الفرنسي، بتوين براكتس هي بالفرنش. طيب، شو هي هاي؟ هي بنعطي سيجنال يو أوف تي بتساوي أي تي if t is positive و 0 is t negative. كل السيجنالز هول اللي مستعملهم ليكونوا causal لازم يكونوا بالنيجاتيف 0 ولا بيكون السيستم مش causal، اوكي؟ يعني في عنده origin of time السيجنال. شو هي هاي؟ هيدي simply line عنده slope معين، هيدي هي، اوكي؟ هيدا السلوب لإله هو a، اوكي؟ هيدا السيجن. يعني افترضوا عم اعطي شيء بكونستنت فيلوسيتي، انبوت بكونستنت فيلوسيتي، اوكي؟ فيلوسيتي كونستنت، فبتطلع عندي البوزيشن مثلا هي رامب. او مثلا بدي مشي سياره مثلا، بس بدي مشيها باكسلريشن كونستنت، اوكي؟ بهيدي الاكسلريشن كونستنت بتكون الفيلوسيتي هي عباره عن رامب، اذا انا متحكم بالفيلوسيتي مثلا. اوكي؟ هول بوسيبل اكزامبل. شو اللابلاس لهيدي؟ هي A over S squared. اوكي، اي اوفر اس سكوير. هلا هول في تيبل بنعطيكم اياه بالاكزام، يعني ما تعتلوا هم ومش مطلوب منكم تحفظوه. ثالث نوع من السيجنالز هلا سميناه هون 1 2 3 هو اللي بيسموه اللي هو شو بتتوقع بده يكون؟ بارابوليك، اللي هو اليو اوف تي بتساوي مثلا اي تي سكويرد وزيرو هون اف تي نيجاتيف هون اف تي بوزيتيف، اوكي؟ هيدي هي مساله عم اعطي كونستنت اكسلريشن وعم اتحكم بالبوزيشن، اوكي؟
بدل الانبوت والبوزيشن. فاذا هيدي بتعطيني هيك شيء. اوكي هيدي كمان بوسيبل. هلا البارابوليك عاديه بتعرفوها رسمتها. اوكي بارابولا. اوكي هلا هيدي اكسبوننشال اكثر. البارابولا بتجي هيك شوي اكثر. اوكي طيب فبتطلع هيدي اليو اوف اس هي 2a اوفر اس كيوب. اوكي هلا اذا كمان ممكن تكون الاي هي 1 بتصير 2 اوفر اس كيوب. اخر نوع سيجنال اللي بيستخدموه شو هو؟ لا بس ممكن نعطي كيوب كيوبيك ممكن نعطي سينوزويدال. اوكي بس هلا هون بالكنترول عاده هلا في شغل بيشتغلوا فيه على السينوزويدال نحكي عنها بالفريكوانسي ريسبونس مش حنحكي عنها كثير هون بس ما بنشتغل فيها كثير هون يعني بالسينوزويد. اوكي بهيدي البارت يعني بدنا نشتغل فيها اكثر بالفريكوانسي ريسبونس. البالس. اوكي البالس يونت او الامبلس هيدي لابلاس ترانسفورم الى بي 1 صح. الامبلس او اليونت بالس او البالس. اوكي بشكل عام هلا بالفرنسي اللي بسموها يا اما ديراك يا اما الامبلسيون. اوكي ما في مشكله هي ديراك فانكشن بس هي الامبلسيون بسموها امبلسيون بس تعبر عنها بالديراك فانكشن. طيب هلا بالسيجنال بتريد سينيال بتاخده انه هي الليميت لدلتا تي لما تي يعني 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 شو البالس باي ديفينيشن هي بالس بامبليتود انفينيتي اوفر فيري شورت دوريشن. اوكي هلا هيدي ماثيماتيكلي نحن هون بنشتغلها بشكل اسهل بنقول هي عباره بسموها الدلتا اوف تي عاده بنشتغلها بشكل هيك هي بتساوي 1 اف تي ايكوال 0 و0 اف تي different than zero. فاذا هي بس هيد البالس اللي بتجي هيك. هلا اللابلاس ترانسفورم لها هي اليو اوف اس بتصير هي 1. اوكي بس 1 وهيدا يعني رسمتها هي ولا شيء بالس بس هون هي 1 وباقي ما تبقى هون صفوره وهون صفوره. اوكي يعني هالقد هي يونت بالس عم نعطيها على الانبوت. هيدي اذا يونت بالس اذا مش يونت بتكون اي يعني. اوكي طيب بس هي عادة by definition بالماث هي high magnitude signal in a very short duration of time. يعني بتكون اعتبروا الماجنتود هي كتير عالية على duration delta t very small. بس فيها نعرف عنا mathematically بالcontrol عادة بيستعملوا هيدي definition بتسهل علينا. طيب هول هن التست signals. طيب متى ما عرفنا التست signal شو بنعمل هلا اذا بدنا نطلع التايم response شو بنعمل؟ هول بسمون تست سيجنالز اللي عرفناهم هون، اوكي؟ متى ما عملنا هول شو فينا نقول؟ فينا نقول اوكي خلينا احنا عندنا الواي اوف اس متى ما صار عندي اللابلاس ترانسفورم مثلا اذا انا عاطي ستيب بعرف شو اللابلاس ترانسفورم، اذا عندي رام بعرف اذا بارابوليك فبعرف فيه اضرب هيدا الواي هي جي مالتبلايد بيو، هيدا اللي بسموه تست سيجنال. اوكي هيدا اللي بسموه ترانسفير فانكشن. اوكي بيطلع معي الواي اوف اس. هلا بستعمل بعمل الانفرس لابلاس برجع بعمل هيدي ستيب نمبر 1 اذا بدكم. ستيب نمبر 2 بعمل انفرس لابلاس ترانسفورم للواي اوف اس بستنتج منها الواي اوف تي. هلا الشغل هون بالانفرس لابلاس ترانسفورم. طيب هلا في عنا تيبل بيعطينا لابلاس ترانسفورمز اللي عنا اياهم. هلا هيدي مثلا اذا ستيب فهي اي اوفر اس اذا كذا. هلا حعبر عن حكتب هون كم فانكشن هلا بيمرقوا معنا. اول وحده اذا قلنا الانبوت شو اسمه هون ححط الانبوت او بالتايم دومين واي اوف تي واي اوف اس. طيب اذا عندي الدلتا اوف تي اللي هي اليونت بالس قلنا 1. اذا عندنا هون ال 1 اوف تي او اللي بسموها هي ال 1 اوف تي قصدنا فيها الستيب. اوكي بسموها 1 اوف تي احيانا في ناس هيك بسموها. فهيدي هي قلنا هي 1 اوفر اس او اي اوفر اس اذا بدكم اذا كانت طيب في عندنا فورم اذا ان فاكتوريال ديفايدد هلا موجودين بالسلايدز ديفايدد باي اس
to the power n plus 1 هيدي بتعطينا او عفوا ايه t to the power n صار t to the power n بتعطيني n factorial divided by s to the power n plus 1 اذا عنا ال e to the power minus a t بتعطيني 1 over s plus a اوكي اذا بدك لا مش ترانسليشن يعني هيدي لا مش هيدي الترانسليشن لا لا هيديك كنت تقول انت اذا عندك f of s plus a هيدي بتضربها انت باللابلاس ترانسفورم اي ذا باور ماينس اي تي ذا ملتيبلايد بالاف اوف اس اوكي بس مش هون عم نحكي عفوا لما نعملها اللابلاس بتصير مثل كانه مضروبه بهاي بس هلا هون مش قصدنا لا عم نحكي على السيجنال بحد ذاته نحن السيجنال اوكي وفي عندنا فورم ثانيين مثلا اذا عندي اي هون ديفايدد باي اس ملتيبلايد باس بلس اي بتعطيني 1 ماينس اي ماينس اي تي اوكي وفي غيرهم طيب هلا هول التيبل عاده بيعطيكم اياهم في شيء له علاقه بالساين والكوساين كمان فانكشن اوكي نحكي موجودين بالسلايد طيب اوكي هلا بالساين والكوساين اعطيكم بس هيك اكزامبل هلا حنرجع نمحيهم الساين اوميجا تي لابلاس لها هي اوميجا ديفايدد باي اس سكوير بلس اوميجا سكوير الكوساين اوميجا تي بتطلع هي اس ديفايدد باي اس سكوير بلس اوميجا سكوير يعني الفورم شبيه بس الفرق هون في اس عند الاي تو ذا باور ماينس اي تي ساين اوميجا تي يعني الدامبت ساين يعني ساين بتخسر بالامبليتود هاي هيدي بتطلع هي اوميجا ديفايدد اس بلس اي سكوير بلس اوميجا سكوير وعند الاي ماينس اي تي كوساين اوميجا تي اللي هي بتساوي S plus A divided by S plus A square plus omega square طيب هلا هولي هن بشكل عام اللي بدنا نعمل واضحة في عدا عنده مشكل هولي اللابلاس ما ضروري تكتبون لأنه موجودين بالتابل نعطيكم إياه بالامتحان يعني مش شرط تنقلوا طيب خلينا نبلش بالإكزامبل اللي هو أخذناه بالشابتر الماضي إذا بتتذكروا عن الار سي سيركت طيب ال RC circuit إذا بتتذكر طيب السؤال هو find the impulse response of the RC circuit اللي كنا عاملين له modeling بالشابتر الأول find the impulse response مش حكتب السؤال كله موجود بالسلايد the impulse response okay of the RC circuit طيب كانت الترانس الترانسفير فانكشن كنا جايبينها نحن h of s هي 1 over 1 plus rcs اوكي هذه الترانسفير طيب هنطلع الامبلس ريسبونس شو بنقول مثل ما حكينا y of s طيب الامبلس ريسبونس يعني قديش اليو يو اوف اس هي 1 اوكي فاذا هيدي 1 فاذا عمليه هي h of s 1 over 1 plus rcs طيب بيجي بتطلع هون هيدي شو بتشبه اي وحده اي فورم ايه قبل اخر واحد لانه عندنا s تحت اوكي هلا بنشتغل فيها شوي اذا اشتغلناها هون اذا يعني اخذنا rc common factor فيها تصير 1 over rc multiplied ب s plus 1 over rc اوكي فيها نحولها هيك يعني الار سي هي اي عمليا اوكي فبصير مثل كانه 1 على اس بلس اي اوكي ففينا نعمل نقول اوكي الواي اوف تي هي الانفرس لابلاس لهي فهي شو بتساوي؟ 1 اوبس الار سي هي هي التاو اللي كنتوا تشوفوها بالزمانات اي تو ذا باور ماينس تي اوفر تاو فالتاو هي ار سي صح اذا بدك هيدا اللي كنتوا تشوفوها قبل ها تو الكونستانت دي تو او تايم كونستانت صح فاذا هي فطلعناها من هيدا من هيدا السيستم يعني اذا اعطيت السيستم هيدا الايكويشن كانت للبالس اذا اعطيته يونت بالس واضح
طيب اذا بدنا نطلع اليونت ستيب لهيدا السيستم هو ذاته فشو بصير هلا ال y of s هالمره سموها y2 هون سموها اوكي هي 1 over 1 plus rcs multiplied شو؟ unit step لان unit step فاذا 1 over s طيب اذا بنطلع هون بنلاحظ هيدي بتشبه هاي لانه في s multiplied ب s plus a بس بيكفي ناخذ common denominator فاذا بيطلع معي هيدي 1 over rc divided by s multiplied by s plus 1 over rc اوكي يعني هيدي a على s multiplied s plus a يعني فيها اقول انه ال y of t y2 of t هي الانفرس لابلاس اوكي بتساوي بتطلع شو بتطلع هون 1 minus e minus t over rc اوكي ليه كنتوا تقولوا هيدي الايكويشن للشارجنج للكاباسيتر وهيدي الايكويشن للديشارج اوف ذا كاباسيتر اذا بتذكروا منها اوكي بنرجع بنشوفهم هون يعني بهيدا الشكل بتشوفوا انه سهلت كثير الشغل بقصه الديفرنشال ايكويشنز يعني بدل ما تروحوا كنتوا قبل تحلون بديفرنشال ايكويشن طلعوا سولوشن فاريشن اوف ذا كونستانت اذا كان عندكم انبوت وبتعرف شغله تحطوا اول شيء في عندكم جنرال سولوشن وهوموجينيس سولوشن اتسترا وتجمعوهم مع بعضهم يعني فيها شغل بالديفرنشال ايكويشن عم نحكي على فيرست اوردر كان فيها شويه شغل على السكند اوردر فيها شغل اكثر اوكي ثيرد اوردر بعد اصعب اوكي حسب الانبوت هون لاحظوا كيف عبر اللابلاس كله صار سهل اوكي طيب هل هون نحن عم نشتغل بفيرست اوردر سيستم ماشي طيب شو اذا كان عندنا مالتيبليكيشن اوف يعني طلعت معي الواي اوف اس هالمره مش الواي 2 اوف تي بدها تكون مضروبه ب 1 اوفر ار سي لا في هي اي على اس مالتيبلايد اس بس اي صح طيب هلا هيدي الفورم احيانا ما بيعطوكم اياها مثلا ما اعطيناكم اياها نحن هلا عم نشوف كيف بنعملها طيب فاذا الواي اوف اس بي اوف اس ديفايدد باي اي اوف اس هي برودكت اوف فاكتورز يعني كي ملتبلايد مثلا اس بلس بي 1 هون او اس ماينس بي 1 حنقول طيب اذا كانت هيك السيستم شو بدنا نعمل اوكي بدنا نعمل partial fraction expansion اللي بسموه طيب هلا فيها two cases بهاي هلا بنحكي عنهم بس هيدي بدنا نروح نعمل هون شيء بسموه partial fraction expansion PFE اوكي او decomposition شو بسموها بالفرنسي انا لي مو سامبل اوكي طيب فاذا بدنا نقسمهم لهول الواي اوف اس على بدنا نقسمها حسب البولز في عندنا حالتين في حاله انه بيكون عندي distinct poles يعني بي 1 غير بي 2 غير بي ان ثالث حاله في عندي multiple poles كمان اذا الديجري اللي فوق اعلى من اللي تحت ما هيدا شو انت جاوبنا بدك تعمل فاكتور بدون طب انتوا جاوبوا شو بتقولوا لازم انه ممنوع بالكنترول يكون عندنا الديجري للنيميريتر اعلى من الدينومينيتر هيدي ممنوع بالكنترول بالماث فيك تعمل اللي بدك اياه بس بالكنترول ما في هيدا بكون سيستم شو بكون ساعتها منو كوزل نون كوزل سيستم اذا كان ديجري النيميريتر اعلى من الدينومينيتر وحكيتكم وقتها على الماس سبرينج سيستم وقلت لكم ليش نون كوزل اذا بتتذكروا طيب فهول الحالتين طيب خلينا نبلش باول حاله اذا كان عندي ديستينكت بولز هلا حنعملها باكزامبل او خلينا نقول اوكي طيب بنكتب الفورمولا هون بنرجع نعمل طيب فاذا في اذا كانوا ديستينكت بولز يعني هون اول حاله هون جينا قلنا distinct poles شو بصير عنده
بصير عندي في اعمل هيدي البارشل فراكشن بهالشكل، في اعملها الواي اوف اس تصير هي بتساوي a1 اوفر اس بلس بي 1 اذا جينا قلنا او ماينس بي 1 مثل ما بدكم يعني ما لنا ازمه. اوكي بلس a2 ديفايدد باي اس ماينس بي 2 بلس اتسترا بلس an اوفر اس ماينس بي ان. وفي فورمولا لل an، هلا هي حدا بيعرفها دغري كيف بنعملها؟ مية بالمية عم نضرب هيدي الفانكشن بأس ماينس بي 1 بنشيل نعمل لها سامبليفيكيشن بنحط اس ايكوال بي 1 بتطلع مع الاي 1 بنضرب لهيدي الاي 2 بنضرب بأس ماينس بي 2 بنعمل لها سامبليفيكيشن بنحط محل اس بي 2 وبتطلع معي واتسترا للكل. فإذا الفورمولا إذا بدنا نكتبها هي بتقول لكم الفورمولا اي كي بتساوي خلينا حطيناها هون بس اوكي هي اس ماينس بي كي ملتبلايد بالواي اوف اس كلها ايفالويتد ات اس ايكوال بي كي. اوكي فاذا هذه هي الفورمولا، يعني او اذا بدكم محل واي اوف اس فيكم تحطوا بي اوف اس ديفايدد باي اي اوف اس. طيب اوكي يعني بضربها بالفاكتور بالفاكتورايزد فورم اكيد مش بهيدا الفورم اوكي اللي نحن بدنا نطلع. طيب هلا نعمل ايه اكزامبل بس حناخد الفورمولا اذا كان عندي ديستنكت ملتيبل بولز دغري ومنحلها. فاذا اذا كان عندي ملتيبل بولز مثلا الواي اوف اس بتساوي جينا اخذنا هي مثل ما قايلين كي خلينا هي k s plus z1 اوكي لحد s plus zm اوكي على او حنحطها s minus p to the power n. هلا هون s حنحطها minus minus اوكي. هلا ال p هن بسمون poles عادة ال z بسمون zeros بس عم نذكر فيها. طيب اوكي هلا هيدي فيها نقسمها لهيدا الفورم فيها نقسمها ل b1 over s minus p1 plus b2 over s minus p1 square plus etc plus bn over s minus p to the, p to the power n. هلا هون كلهم بيات ما في مشكله. فاذا بنعملها decomposition بهالشكل فاذا بيكون فيها كل الاوردرز s minus p s minus p square s minus p to the power n كلها بتطلع كذا. البن شو البك شو بتطلع معنا هي؟ هي 1 over n minus k factorial multiplied with derivative of order n minus k بالنسبة with respect to s ل ال s plus p to the power n multiplied بال y of s evaluated at s equal p on s minus p. بس اسهل الشغل على الديفيجن اسهل الشغل على حسب الاوردر لالا. هلا فيك تشتغل على الديفيجن تعمل كوماند ريمينيتور تعمل ايكويشن صح؟ لا اللونج ديفيجن لا هي هون بس فاكتور واحد فيك تعمل حط لي فوق اسمع اس ماينس بي بيطلع معك بيطلع. هلا انت عم تقول اذا اوردر 2 مثلا او شيء ما فهمتش عليك شو قصدك صراحه. هلا بنشوف الاكزامبل يلا اوكي. طيب خلينا ناخذ اكزامبلز على السريع ونحكي عنهم. فاذا اول شغله اذا خلينا ناخذ الاكزامبل انه عندي الواي اوف اس ايكوال هذا اكزامبل
بتساوي S plus 3 divided by S plus 1 S plus 2. بدنا نطلع ال Y of T أكيد. هيدا السؤال. طيب كيف شو بدنا نعمل؟ قسم S1 plus B على S plus 2 نعمل كالكوليشن. أوكي فبيقول هي بتساوي A1 على S plus 1 plus A2 over S plus 2. إذا بدنا نطبق الفورمولا فينا نقول هيك بالتفصيل يعني. هلا بعدين فيكم تشتغلوها بشكل أسرع. بس بنجي نقول أوكي ال A1 هي نضرب هاي ب S plus 1 فبنكنسل S plus 1 بتصير S plus 3 divided by S plus 2 evaluated at S equal minus 1 فهيدي بتطلع 2 over 1 فإذا 2 والA2 هي بتطلع S plus 3 divided by S plus 1 evaluated at S equal minus 2 فبتطلع عنا 1 over minus 1 يعني minus 1 اوكي يعني عمليا هيدي صارت بتساوي 2 over S plus 1 minus 1 over S plus 2. هلا فيكم تعملوا common denominator تأكدوا منها مش لازم. طيب كيف بدنا نعمل نطلع ال y of t؟ بنروح على التيبل. لكل وحدة 1 over S plus A هي the point. فإذا في يقول ساعتها هون إنه ال y of t بيز على inverse Laplace يعني هلا بعمل هون inverse Laplace. الواي اوف تي هي 2 اي تو ذا باور ماينس تي ماينس خلص اوكي اكيد بس 4 تي بوزيتيف يعني هيدي الايكويشن 4 تي بوزيتيف بس عن نيجاتيف هي زيرو عشان هيك في احيان ناس بيكتبوها هيك بكتبوها y of t بتساوي 2 to the power a minus t minus e to the power minus 2t كلها multiplied بال 1 of t اللي هي بتقول لك 1 اذا t positive 0 t negative اوكي فيهم يكتبوها هيك في ناس بيحطوا محل ال 1 بيحطوها u of t كمان بسموها هي ال unit step يعني في حسب تسميات بس انه هيدي هي الكونسبت لما يضربوها هيك معناتها اظن بس for t positive مش عم يضربوها بشي تاني طيب إذا عندي multiple poles هناخد الإكزامبل اللي هو هلا إكزامبل كمان هناخد ال y of s بتساوي s square plus 2s plus 3 divided by s plus 1 to the power 3 اوكي طيب فهيدي بفيها نقسمها a1 over لا ما بتعمل هيك هلا هلا فيكم تعملوها بكذا طريقه بدنا نطبق الفورمولا هون هلا فيها بكذا طيب فيها نضرب فيها نعمل كومون دينومينيتور نعملها فيها نعمل ديفيزيون اكليديان فيكم تاخذوا كل ثلاثه فالور اذا بدكم وفيكم تطبقوا الفورمولا نحن هدفنا لنطبق الفورمولا هونيك هلا بدكم تعملوها بامتحان اعملوا الطريقه اللي بدكم اياها المهم يطلع الجواب صح فهنطبق الفورمولا اللي هونيك نحن فنبلش فيها عادة بالبي 3 او اللي هون يعني هون سميه بي 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 بنسمي بالبي 3 اوكي شو هي البي 3 اللي هي 1 اوفر اوكي 1 اوفر 3 ماينس 3 فاكتوريال يعني 0 فاكتوريال اذا بدكم اوكي لانه الان هي 3 وبلشنا بالبي 3 اوكي ديريفاتيف اوف اوردر ان ماينس كي يعني ديريفاتيف اوردر 0 يعني ما فيش ديريفاتيف يعني الفانكشن مثل ما هي فبضرب بالاس بلس 1 كيوب ملتبلايد بالواي اوف اس يعني مثل ما قايل انا اس ايكوال ماينس 1 اوكي طيب فاذا ضربت بهاي بتطلع عندي يعني هلا 0 فاكتوريال هي 1 ما تسألوني ليش بالماث يعني بس انه زيرو فاكتوريال ايه اخذته برهانة ايه ماشي على كل فاذا بتطلع معي هيدي فاذا بشيل لهون اس بلس يو فبتطلع اس سكوير بلس 2 اس بلس 3 وهيدي ايفاليويتد على الاس ايكوال ماينس 1 حط محل S1 يعني 1 minus 2 plus 3 بتطلع 2 اوكي طيب البي 2
واحد على 3 ماينس 2 فاكتوريال ملتبلايد باي ذا ديريفاتيف لشو؟ لهيدي، لانه اس بلس 1 كيوب ملتبلايد باي اوف اس، ديريفاتيف لهي، عشان هيك بلشت بالبي 3. ديريفاتيف لهي، فاذا بدي اعمل ديريفاتيف للاس سكوير بلس 2 اس بلس 3 وعلى الاس ايكوال ماينس 1 الريزلت، فاذا بتطلع هيدي 1 يعني ال 1 على فاكتوريال هيدي 1، ديريفاتيف شو بتعطيني؟ 2 اس بلس 2 وكلها على الاس ايكوال ماينس 1، فاذا بتطلع 0. والبي 3 هي 1 على 3 ماينس 1 فاكتوريال ديريفاتيف اوردر 2 لهيدي اس سكوير بلس 2 اس بلس 3، يعني عمليا نحن بدنا نعمل ديريفاتيف لشو؟ لهيدا ولهيدا، تطلع 1 اوفر 3 2 فاكتوريال ملتبلايد ب 2 لانه ديريفاتيف لهي بس يعني 1. اوكي، فاذا طلع مع الايكويشن صار عندي السيستم هو هلا في استنتج من هول الثلاثه انه الواي اوف اس اذا بدكم بتساوي 2 اوفر اس بلس 1 بلس 1 اوفر اس بلس 1 كيوب. يعني الواي اوف تي شو بتساوي؟ الواي اوف تي هيدي سهله، هي 2 ذا باور اي ماينس تي، هيدي شو بتطلع معي؟ هلا هون ما اعطيتكم الفورم ال 1 اوفر اس بلس اي تو ذا باور ان لا بلس لها هي 1 اوفر ان ماينس 1 فاكتوريال تي ان ماينس 1 اي تو ذا باور ماينس 80. اوكي، فهيدي هي الفورم، فبنحطها بقيمتها اس بلس 1 فاكتوريال. فاذا عندنا اول شيء الان هي 3، يعني هون بيطلع عندي بلس 1 اوفر ان ماينس 1 يعني 2، فبيطلع معي بلس هاف تي ان ماينس 1 يعني تي سكوير ملتبلايد اي ماينس تي. اوكي، واذا اخذناها كومون فاكتور بتطلع معي اي ذا باور ماينس تي 2 بلس هاف، مضبوطه اي بلس هاف لحظه اه لا بالقلب بالقلب هيدي 1 وهيدي 2 صح مزبوط. اوكي خلص، هيدي هي لك واضح. حدا عنده مشكل لهون؟ هلا شو هي الطريقة اللي كنت عم تقلي اياها انت؟ نرجع نطلع هلا ايه في كثير طرق ليعملوا لتنعمل طبعا تعمل تشينج اوف فاليو، بتاخذ مثلا بتقول لك معنى اس بلس 1 بتاخذ واي ايكوال اس بلس 1 ترجع تعمل فانكشن ان تيرمز اوف واي، ترجع تعمل ميديا الجواب بتاخذ الكوفيشنز تبعهم. بس في الطريقة لا بطلع بس هالمبدا تبعك بس يمكن هيك بتكون عم تصعبها على حالك. هلا عمليا انتم فيكم تعملوا شغله، اول ترم تطلعوه يعني اذا بدكم بهيك حتى احيانا الفورمولا ممكن تضيع، اول ترم تطلعوه انه بتضربوا باس بلس 1 كيوب، كل هاي بتشيلوا الترم اللي فيها، اذا بتحطوا اس ايكوال ماينس 1 بيطلع معكم اخر ترم، اذا عندنا كيوب مثلا، اذا كان عندنا باور 4 بيطلع معكم اخر ترم، اذا كان عندك سكوير بيطلع اخر ترم. اوكي، بترجع بعدين شو بتعمل؟ بتعمل كومن دينومينيتور وبتطلع الباقيين، بتصير سهله يعني بتعمل كومن دينومينيتور هون ويا بتحط ثلاثه فاليوز يا بتحط 2 فاليوز او بتحط يعني اذا جيت طلعت البي 3 هي 2 فيك تيجي تقول اوكي من هون بعمل كومن دينومينيتور بقول هيدي كلها على اس بلس 1 كيوب، فهيدي بتعطيني بي 1 ملتبلايد باس بلس 1 سكوير بلس بي 2 ملتبلايد باس بلس 1 بلس بي 3 اللي هي 2 طلعت معي، خلص هيدي صارت نون. بعمل كوم هون بعمل اكسباند فبتطلع معي بي 1 اس سكويرد بلس 2 بي 1
بلس بي 2 اس مثلا اوكي وبلس بي 1 بلس بي 2 بلس 2 اوكي تطلع معي هيك بعمل كومباريزن مع هاي فلازم بي 1 تكون هي 2 اوكي هيدي بي 1 لا انا يمكن كنت غلط بالكالكوليشن بس انه فرض مخلوط البي 1 عفوا هي 1 اياها البي 1 1 هي هون الاسكوير 2b1 بلس b2 بتساوي 2 فاذا b1 هي 1 فاذا b2 بتطلع 0 اذا حطيناها هيك لانه 2 اوكي فبتطلع بهيدي الايكويشن وعندنا b1 بتساوي 1 هيدي بتستنتج منها انه b2 بتساوي 2 ماينس 2b1 يعني 0 خلصت اوكي فيكم تعملوها هيك اذا بدكم هيدي بتصور يمكن اسهل شيء تكون اذا في شيء في بقلبه كومبلي مالتيبل فال طلع سيستم اوف تو ايكويشنز من بي 1 وبي 2 اصلا طلع بي 3 بيبقى بي 1 وبي 2 ما هي هيدا هولات ما هي سيستم اوف تو ايكويشن تمام اوكي فيكم تعملوها من الاساس انتم سيستم اوف 3 ايكويشن بس بصير انه ازنخ اوكي فهيك بتصير مقبول طيب هلا حمحي هون ارجع خلصته اذا شيء كرمال ارجع في اكزرس خلي خلينا ناخذ كمان اكزامبلز هلا فرد مره عم نعمل كور مع تيدي هون اوكي طيب فعندنا الجي 1 اوف اس هي او الواي اوف اس اذا بدكم او لا خلينا نقول طيب اس بلس 2 اوكي اس بلس 2 على اس بلس 3 كيوب اس بلس 1 طيب ممتاز اوكي هيدي هي هيدي بدنا نشتغل اثنين صح عندنا فيها هون السامبل اليمنت وفي عندنا هون مالتيبل بولز اوكي عندي عندنا بول لحاله بول اوكي سمبل طيب كيف بدنا نعملها فيها اقول بتساوي A over S plus 1 plus B1 over S plus 3 plus B2 S plus 3 square plus B3 S plus 3 طيب الـ A أسهل شيء نطلعها شو بتطلع؟ هي S plus 2 على S plus 3 كيوب evaluated على S equal minus 1 نضرب يعني بنشيل S plus 1 وبتطلع هي 1 over 8 اوكي اول واحدة هي 1 over 8 طيب هلا فينا نشتغل بالفورمولا للكل او فينا نعمل B3 نبلش بالB3 مثل ما قلنا نحن بنشيل S plus 3 كيوب فشو بتطلع معي بكل بساطة هي S plus 2 divided by S plus 1 evaluated على S equal minus 3 اوكي فبتطلع هي minus 1 divided by minus 2 يعني 1 over 2 هيدي البي 3 هلا الباقي فينا نعمل common denominator او فينا نكمل بالفورمولا هلا الفورمولا كونه في derivative يعني في fraction يعني شوية ازنخ الderivative اوكي فيكم تعملوها يعني منا ازمة لانه بنعمل derivative لهيدا الترم اللي هون اوكي هلا منه كتير صعب بس مثل ما بدكم فينا نعملها اذا بدكم فيها اقول بي 2 هي 1 over 1 factorial بتطلع multiply derivative لهاي derivative لهاي هي minus او لا عفوا اذا عملنا s plus 1 minus s plus minus 2 okay divided by s plus 1 squared و evaluate على s equal minus 3 يعني بتطلع اذا بدكم هي minus 1 over s plus 1 squared على s equal minus 3 فبنحطها هي بتطلع minus 1 على minus 2 square يعني minus 1 over 4
اوكي 4. واذا بدكم البي 3 تعملوها نعمل ديريفاتيف لهيدي هي 1 اوفر 2 او بي 1 عفوا هون تطلع 1 اوفر 2 اوكي مالتيبلايد ب ماينس 2 لا 2 اوكي بلس 2 اوفر اس بلس 1 كيوب. فبنختزل فيها النص وهون بتطلع 1 يعني على اس يعني بتطلع 1 اوفر 8 ماينس 1 اوفر 8 اوكي ماينس 1 اوفر. واضحه للكل؟ حدا عنده مشكل؟ ماشي. طيب هلا فيكم مثل ما قلت تعملوها كنتوا توصلوا لهول التو تام بعدين تعملوا كوماند بيطلع عندكم تو اكويشن سهله تنعمل وفيكم تعملوها هيك هيك طبقنا الفورمولاز. طيب هلا بنقول ساعتها هلا انا انتبهوا هون انا عملت شغله بالاول دغري قطعت عنا بدون ما هي مش هي G1 of S هي هيك اوكي بس انا عامل لكم الامبلس ريسبونس بدي فال انا عمليا ححط هون G1 of S هي S plus 2 divided لانه هيدا اللي عملته غلط برنسبل اوكي هون هيدي هي Y1 of S لانه امبلس ريسبونس بعرف انه ال Y is equal G of S multiplied by U واذا U هي امبلس يعني 1 اوكي فاذا بتطلع ال Y equal G بس ما في يقول partial fraction expansion للجي اوكي هلا في اعملها partial mathematically بس هلا step اللي بعدها ما في يقول G of T equal مثلا هالقد اوكي هيدي principle غلط غلطة principle اوكي لانه transfer function هي mathematical relation منها هي signal فانا بقدر اعمل inverse laplace لsignal مش لtransfer function اوكي فهيدي انت يعني ولو انه حيطلعوا بيساووا بعضهم بس ما في شيء اسمه انه انفرس لابلاس لترانسفير فانكشن هي للسيجنال للواي اوكي طيب هلا بتسائب انه لما يكون عندي امبلس الامبلس ريسبونس بتطلع الواي بتساوي الجي فاذا فينا نقول انه الامبلس ريسبونس بيعطيني الكاركترستيك اوف ذا ترانسفير فانكشن بس ترانسفير فانكشن ما لنا سيجنال واضح واضح يعني ما تخلطوا بكره ولو انه هون في اس وهون في اس بس ما تخلطوا بين الاس اللي هون والاس اللي هون هيدي سيجنال في اعمل له انفرس لابلاس هيدي ترانسفير فانكشن ما في اعمل لها انفرس لابلاس اوكي هي ريليشن بين انبوت واوتبوت. طيب هلا خلصنا الهول كلهم هلا بس بدنا نكتب الواي اوف تي كيف تطلع هلا هون بدنا نعمل انفرس لابلاس هلا يوزنج انفرس لابلاس اذا بدكم بيطلع معي انه ال y1 of t بتساوي هلا a over s plus 1 a طلعت 1 over 8 يعني 1 over 8 e to the power minus t plus هلا هون b1 هي b1 طلعت minus 1 over 8 e to the power minus 3t هلا plus b2 يعني minus 1 over 4 محل هاي اس عفوا اس بلس 3 كيوب سكوير عفوا تطلع هي تي اي ماينس 3 تي اوكي واخر ترم اللي هو البي 3 بلس هاف 1 اوفر 2 فاكتوريال يعني ملتبلايد بهاف كمان ملتبلايد بتي تي سكوير اي ذا باور ماينس 3 تي يعني اذا بدكم فيكم تكتبوها هيك 1 over 8 e to the power minus t plus مثلا e minus 3t multiplied minus 1 over 8 minus 1 over 4 plus عفوا minus 1 over 8 plus 1 over 4t plus 1 over 4t square اذا بدكم فيها تنكتبها اوكي حدا عنده مشكل؟ طيب نفس السؤال هلا نفس السؤال اذا عندي جي 2 اوف اس هالمره بتساوي
طيب هون عندي سكند اوردر طب اعمل لي اس بلس شي كلها كره طيب هلا هيدي اول شيء ما عندها ريل خلينا نبلش باول سنة ما عندها ريل سولوشن الدينومينيتر يعني ما فيها نعمل لو نعمل فاكتوريزيشن خلص بنصير مثل هون سهلة اوكي هيدي السولوشن لها هي كومبلكس فيكم تأكدوا منه طيب فاذا هيدي السولوشن لها كومبلكس فاذا ندوب مباشرة اذا كان الدينومينيتر فيه سيكند اوردر سولوشن لها كومبلكس يعني بنروح على السولوشن اللي هي في عنا يا ساين يا كوساين يا اما ساين بلس كوساين مباشرة هلا ممكن تكون ساين دايركتلي ممكن تكون دامبت ساين يعني اذا باور ماينس اي تي ساين ممكن يكونوا هيك او ممكن يكونوا دغري ساين نحن قلنا الساين هي اوميجا على اس سكوير بلس اوميجا بلس اوميجا سكوير هون وهون هي اس على او بالقلب يمكن ايه هيك وهون قلنا هي اوميجا على اس بلس اي سكوير بلس اوميجا سكوير وهون هي اس بلس اي على اس بلس اي سكوير بلس اوميجا سكوير طيب فهذا هيدا هو التيبل اللي فيه بقلبه الساين والكوساين نحن هون باي فورم برايكم هلا في عنا ساين وكوساين بس غير باي فورم بهول الفورم ولا بهول الفورم باللي تحت لانه في بارت هي هيك اوكي هيدا اللي بالنص طيب فاذا فيها نقسمها نحن نقول هي الدينومينيتر اشتغل بالدينومينيتر هلا هي اس سكوير بلس 2 اس بلس 4 او بلس 1 سوري بلس اوكي هلا فينا اذا بدكم مش دغري حدا ببين معه شو بتعملوا حتى لكم شيء ستاندر تاخذوا هيدي الاس سكوير بلس 2 اس شو اللي بيكملها حتى تصير بيرفكت سكوير بنحطها بلس 1 اوكي نرجع بننقص 1 بلس 5 فلا 1 بلس هيدي بصير 4 فاذا عمليا في اكتب هيدي اس سكوير بلس 2 اس بلس 1 بلس 4 يعني عمليا هي اس بلس 1 سكويرد بلس 2 سكوير لحتى نوصل على هيدا الفورم بدنا اوكي طيب هلا انتو فيكن عم قول عمليا تزيدوا 1 تنقصوا 1 بتزيدوا الترم هلا ممكن هذا الترم ما يكون هلا هون دغري طلعت 4 ممكن احيانا يكون ازنخ شوي بس انه هيدي طيب واكيد النيوميريتر بعده 2s بلس 12 و2s بلس 12 طيب شو بدنا نعمل النكست ستيب؟ لا محل الاس بلس اي بدك ترد للكوساين وباقي انسان طيب هلا هون فيها نقول هيدي اللي هون بتساوي 2 تو ذا باور نحن بدنا بالكوساين نضرب اس بلس اي يعني اس بلس 1 فنقول 2 ملتبلايد باس بلس 1 اوكي اوفر اس بلس 1 سكويرد بلس 2 سكويرد هيدي اول ترم هي خلصنا ال 2 اس وال 2 قديه عندي؟ 10 بلس 5 ضرب 2 اوكي 10 او فيكم تعملوها 5 ضرب 2 اذا بدكم هي بلس 5 تايمز 2 ديفايدد باي اس بلس 1 سكوير بلس 2 سكوير فاذا ليش هيدي ال 5 بلس 2 هي بلس 10 بس بدي اكتب الفورم اوميجا فوق الاوميجا هي 2 اوكي فاذا هون انا عم اشتغل بترم اي هي 1 اوميجا هي 2 فانا بدي ابين هيدا الفورم هيدا الفورم هو الساين هيدا الفورم هو الكوساين هيدي ال 2 برا هون اذا بدكم هلا انا رجعت غلطت نفس الشيء جي 2 اوف اس هي اي اوكي طيب فاذا طلعت معي هيدي هي هون هلا في اقول y of t y2 of t شو بتساوي هي الانفرس لابلاس لهاي يعني بتساوي 2 هاي هي e minus a t كوساين او e minus t خلي كوساين 2t plus 5 e minus t sin 2t اوكي وفيكم تقولوا هي e minus t multiplied by 2 cosine 2t plus 5 sine 2t
2t وفيكم تعملوها بفورم واحد a minus t multiply يعني فيكم تحولوها هيك تحسبوا الاي والفاي شو بيطلع معكم اذا بدكم تطلع معك فيكم تحسبوها هيك يعني الاي هي راديكال 2 سكوير بلس 5 سكوير والفاي هي تانجنت فاي هي 5 على 2 يعني الفاي هي ارك تانجنت 5 اوفر 2 او شيء تطلع معك اوكي فيكم تحولوها او فيكم تكتبوها ساين كمان بفورم معين طيب يعني هيدا صح واذا حولتوها هون صح طيب اخر فورم حنعمله ومنخلص هيدا البارت ولو انه مش كتير هيدي بالكنترول مش مقبولة يعني بس ماثماتيكلي بيمشي الحال S كيوب بلس 5S سكويرد بلس 9S بلس 7 ما بلشت كلمتي انه هيدي بالكنترول مش مقبوله بس انه هيدي ماثماتيكلي بيمشي حالها مش بس ماثماتيكلي كمان بيمشي حالها بالديجيتال سيجنال بروسيسنج بس هيدي بالسيجنال بروسيسنج ما في مشكل اوكي ليش ما في مشكل انا قلت لكم اياه ولا لا بالديجيتال سيجنال بروسيسنج مش قايل لكم اياه طيب لما اشتغل انا بالديجيتال سيجنال بروسيسنج احيانا بكون عم اعمل عندي سيجنال بدي اعمل فلتر لا ليش واقف بدك تمشي طيب بالديجيتال سيجنال بروسيسنج ولو انه شوي برات الكورس عاده كمان في عنا بالنهايه هول التولز اللي عم نتعلمهم اللابلاس ترانسفورم كذا هول مش بس الكنترول اوكي وكل التولز حتى ترانسفير فانكشن هالقصص هول مش بالكنترول هول بيزبطوا كمان بيستعملوا كتير بالديجيتال سيجنال بروسيسنج اوكي بالديجيتال سيجنال بروسيسنج عم بدي اعمل فلتر هيدا الفلتر مثلا هدفه يظبط لي سيجنال عندي سيجنال بدي اعمل بروسيسنج للسيجنال بيطلع يا اما حسن الريسبونس حسن شيل النويز اعمل اول سيجنال اللي هو وات ايفر شو الداتا فينا بنستعمل هول التولز هن ذاتهم هلا بالديجيتال سيجنال بروسيسنج ما في عندي مشكل يطلع معي هيك فلتر لانه ما في عندي مشكل كوزاليتي وشو السبب برايكم زي نحكي شوي شو الكوزاليتي بتذكروا انا شو قلت لكم كوزاليتي الشيء اللي عم يفوت زبرنا هلا انا قلت لكم الكوزاليتي هي سيستم كوزال يعني بي عنده ريسبونس تو ا سيرتن انبوت اوكي هيدا اللي قلت انا طيب شو يعني اكثر اذا فتنا فيها اكثر قلت لكم يعني السيجنال الاوتبوت داز نوت ديبند اون ا فيوتشر انبوت اذا بتذكروا يعني قلت لكم مثلا افترض واي اوف تي بتساوي اكس اوف تي بلس 2 هيدا نون كوزال ليش؟ لأنه الـ output depend على input بعد ما إجا فهيدا system مش cause هيدا predictor أوكي. بس بالـ signal digital signal processing ما في عندي مشكلة الـ output بده يكون بعد الـ input مش يعني في عليها بيناتهم إيه العليها هي هيدا transfer function أو differential equation بس اللي بدي أقوله ما فينا نكون عنا أنه الـ y هي xt plus 2 أو مثلاً x dot of t plus 2 او whatever اوكي ما في الاوتبوت ديبند على فيوتشر انبوت هيدا سيستم نون كوزال ماشي هلا هيدي الكوزاليتي بتعمل امبليكيشن بقصه انه الاوردر للنيوميريتر او اعلى من الدينوميتر اوكي بس بالديجيتال سيجنال بروسيسنج ما عندي هالمشكل ليه لانه في نوعين ديجيتال سيجنال بروسيسنج في شيء بسموه ريل تايم يعني انا مثلا عم اخذ سيجنال وعم اعمل له بروسيسنج ريل تايم عم اخذ ايمج وعم حللها ريل تايم اوكي في محل بيكون شيء بسموه اوفلاين باخذ الداتا وبعملها بروسيسنج اوفلاين اوكي فبهيدا السياق لما بكون عم اشتغل اوفلاين مش ريل تايم اوفلاين بالاوفلاين ما في عندي مشكل اذا كان الاوتبوت ديبندز على انبوت لقدام لانه انا مع الانبوت لقدام ولورا ما انا عامل اكوزيشن لكل مثلا افترضوا اخذت فويس وهلا عم ياخذ هيدا الفويس عم اعمل له مثلا اناليسيز او سيجنال فويس ريكوجنيشن او اللي هو وات ايفر عم ياخذ هيدا الفويس ما انا عندي كل الفويس في استعمل الداتا اللي قبل والداتا اللي بعد اوكي ما في مشكله فاذا ممكن يوصل لهيك نوع من ترانسفير فانكشن وتكون اكسبتبل ماشي بالسيجنال بروسيسنج هلا بالكنترول ما انا اكسبتبل اوكي بس انا هلا هون اخذنا هيك اكزامبل واحد بنشوفها لمره واحده بالكنترول هيدي ما بنقبل هيك سيستم اوكي ف بس انه حنعملها ماثماتيكلي ما في مشكله بس نتعلم كونسبت طيب ايه
لا ليش ما نقلبها؟ اذا الاوتبوت اذا سيستم هيك بدي اقلبها باي حق بقلبها؟ لا هي لا مش مقبوله بالكنترول. ما انا عم اشتغل مع سيستم حق، عم اتحكم بسيستم حقيقي. هيدا سيستم الحقيقي ما بعرف الفيو، يعني انا بدي اعطيه انبوت بيعطيني اوتبوت. قصدي هيدا بي G3. قلت لكم لانه نان كوزل. رجع محاضرتين لورا شرحت لكم اياها الكوزاليتي واعطيتكم على الماس سبرينج سيستم وشو يعني على هيدا الكونسبت. اوكي حكيت على هاي، رجع بالمحاضره بيمشي الحال. اوكي بس نحن بالماثماتيك لازم الاوردر للنيميريتور يكون اعلى او بيساوي من الاوردر للنيميريتور ماثمات. طيب فيني مثلا تكون تشتغل على اليونت ستيب مثلا او على الران. ما انا عامل لك بدي امبلس ريسبونس، انت اللي بدي اشتغل يونت ستيب غصب عن يعني. اوكي هي كانت على الران وهذيك لا لا بس ما هي المشكله بالكوزاليتي مش قصه الواي، قصه الترانسفير فانكشن. يعني هي الترانسفير فانكشن بتقول لك السيستم هو كوزال ولا مش كوزال، مش الانبوت. اوكي وقال لك ماثماتيكلي هلا هيدي بيطلع معي ريزلت وهيدي بيطلع معي ريزلت ما في مشكله، بس انا لما احكي على الكوزاليتي عم احكي على السيستم بحد ذاته، يعني ترانسفير فانكشن للسيستم اللي هي منا على الغير. اوكي طيب الواي 3 اوف اس هي ذاتها هي الاس كيوب بلس 5 اس سكوير بلس 9 اس بلس 7. اوكي ما في اقلبها لانه ما بحق لي اقلبها، انا عم اشتغل هيدي الواي، هيدي ترانسفير فانكشن بالنسبه لسؤالك فما فيها نقلبها. اوكي انه ما هي هيك ترانسفير فانكشن، كيف بدي اقلبها؟ اذا بقلبها بكون عم طلع انبوت على اوتبوت مش اوتبوت على انبوت. هو هيك عطيني. هو هيك عطيني بدي استعمل فيها. طيب شو بنعمل بهيك حالات؟ اول شيء بنطلع اوكي هون هلا هيدي بتزبط بحاله كان عندي بحال كان عندي اوردر يعني اعلى او نفس الاوردر، حتى بنفس الاوردر بدنا نعمل نفس الشيء، يعني اذا الاوردر للنيميريتور بيساوي الاوردر للدينومينيتور بدنا اول شيء بنعمل اكسباند للدينومينيتور على اس سكوير بلس 3 اس بلس 2 بتطلع، نرجع بنعمل ديفيجن. اوكي نقسم هيدي الاس كيوب وين هي؟ هنقسمها هون، هنقسمها على جنب شوي. طيب نجي بنقول اوكي في عندي هيدا الفورم، فبيجي بقول انا اوكي بقسم اس كيوب بلس 5 اس سكوير بلس 9 اس بلس 7 بقسمها على اس سكوير بلس 3 اس بلس 2. طب بعمل ديفيجن اس سكوير، هي بتعرفوا الديفيجن للبولينوميال ديفيجن، تطلع اس كيوب بلس 3 اس سكوير بلس 2 اس، بعمل ماينس بتطير هاي بيطلع عندي 2 اس سكوير بلس 7 اس بلس 7، برجع بعمل ديفيجن بيطلع عندي 2 هون فبيطلع عندي 2 اس سكوير بلس 6 اس بلس 4، فهيدي بتعطيني اس بلس 3. يعني عمليا هيدي الايكويشن في انا اقسمها ل 2 بارت، اول بارت هي اس بلس 2 اوكي بلس شو اسمه اس بلس 2 اس بلس 3 سوري على اس سكوير بلس 3 اس بلس 2، والاس سكوير بلس 3 اس بلس 2 هي اوكي تطلع هيك. طيب هلا هيدي الفورم صار لها يعني مقبول، فهيدي بتطلع معي اس بلس 2، هديك اوريدي انا عملتها الاس بلس 3 اس بلس 1، عملتها بالاكزامبل اللي قبل اول واحد عملناه على الديستينكت بولز الاس بلس 3 على اس بلس 1 اس بلس 2، طلعت معي هي 2 على اس بلس 1 اذا احسن ما نرجع نعملها بلس 2 اوفر اس بلس 1 ماينس 1 اوفر اس بلس 2. هيدي سهله عملتها بس انه اوكي نرجع نعملها. طيب هلا هيدي لو الاوردر كمان كان بيساوي بعضه يعني اثنيناتهم سكوير كمان مضطرين نعمل هيدي القسم الصغيره كان بيطلع معي بس كونستنت، هيدي ما في مشكل كوزل بتكون اوكي، يعني حتى اذا كانت هيك ما في مشكل. هالمشكلة انه في عندي هون الاس. طيب شو بصير نعمل هون؟ فاذا هلا بدي اعمل الانفرس لابلاس، شو هي الانفرس لابلاس؟ مين بيقول لي؟ هلا واي 3 اوف تي هيدي سهله اوكي حنترك هول الفراغ، هون
هون يطلع 2e minus t minus e minus 2t. طب شو بالنسبة لهول الترمز اللي هون؟ هلا ال 2 هي 2 فعلا نحطها 2 دلتا. اوكي وهيدي عم نعمل انفرس لابلاس هي الديريفاتيف لها. اوكي الاس باللابلاس لما نقول نحن اذا عندنا سيجنال واي اوف تي عنده واي اوف اس. اوكي لما نقول واي دوت هي بتعطيني اس واي اوف اس. فاذا الاس هي عباره عن ديريفاتيف. اوكي فبس هيدي. فاذا نضل معناها هلا هيدي ما عادش حنشوفها موضوع الديريفاتيف الا لما نعمل بالكنترول بروبورشنال انتجرال ديريفاتيف تمرق معنا هيك تا بنرجع نحكي عنها. بس انه لا بعيد بالبي اي دي بس مش كترانسفر فانكشن يعني بعيد ما بتمرق معنا بقى. طيب وضع وايش الحال لهون. طيب هلا معنا ما خلصنا احنا حنكمل بعد هالربع ساعة. طيب هلا السؤال اللي بدي اسألكم اياه هل نحن مضطرين كل ما بدنا ندرس سيستم نمرق بكل هول الكالكوليشن حتى نعرف الاوتبوت شو بيساوي؟ لا كثير مثل ما ناخذ نقطه في هيدي بتضلها تمشي فيه. ايه كيف؟ مثل فورم يعني. ايه صح مزبوط. لا ما عم نشتغل نيميريكال اناليسيس هون. صح. طيب هلا احنا بدنا نحاول نلاقي علاقه يعني اذا كل مره بدي اروح اشتغل ترانسفير فانكشن واعمل كالكوليشن حتى اتوقع انا السيستم قديش بده يكون التايم الريسبونس تايم له والاوفر شوت وهلا بقى حنتعلم على كذا شغله هيدا حيعمل لي مشكل. في شي طريقه نعمل نتوقع كيف بده يكون الريسبونس للسيستم بس اذا طلعنا على ترانسفير فانكشن مثلا؟ اوكي اكيد في طريقه صح. فهلا الفكره بدنا نحاول نشوف كيف بدنا نعمل هيدا الشيء. يعني هلا هيدا الشيء اللي عملناه وبيزد على اللي هون حكيناه. اوكي بس هلا بدل ما كل مره نعمل هول الايكويشنز حنروح نتعلم طريقه كيف نطلع من ترانسفير فانكشن نقدر نتوقع السيستم كيف بده يطلع الريسبونس تاعه وشو التايم ريسبونس وشو الاوفر شوت وشو شو اتسترا. طيب فاذا عمليا نحن في عندنا بالسيستم مثل ما قلنا بالدايناميكال سيستم هلا هون هيدا اللي بسموها بالسكشن 2 اللي هي ترانزينت اناليسيس يعني بالسلايد هي السكشن 2. طيب شو بقول احنا قلنا انه حيالله دايناميكال سيستم الريسبونس تاعه شو هو؟ عنده تو بارت، بارت هي ترانزيانت وبارت هي ستيدي ستيت. اوكي اس اس وهون ترانزيانت صح ولا لا؟ طيب هيدي ان جنرال حيالله سيستم عنده هيدا الفورم. طيب حتى اذا كان الانبوت هو رامب كمان بتلاحظوا انه اذا اعطينا الانبوت مثلا رامب السيستم مثلا بيكون عنده اي سيرتن هون دايناميكال ريسبونس بعدين بيلحق اي سيرتن رام. اوكي كمان حتى بهذا السيستم في عندنا هيدي بتكون هي ترانزيانت هون من هون لهون ومن هون لفوق هي الستيدي ستيت للانفينيت. طيب فاذا هيدي بالنسبه للسيستم. اوكي فاذا نحن بيكفي اذا بندرس السيستم ندرس البيهافير من الزيرو لحد بدايه الستيدي ستيت وبعدين ندرس من الفاينل من هون للانفينيتي للستيدي ستيت او فينا نعبر بالستيدي ستيت وين تي جوز تو انفينيتي يعني وين تي جوز تو انفينيتي بيعطيني الستيدي ستيت او الرجيم بيرمانو بالفرنسي. طيب شو بيفيدنا هيدا الشيء؟ هلا في عندنا هون حنقسم تو كيسز اذا بدنا ندرس اول شيء الستيدي ستيت شو فينا نعمل؟ اوكي في عنا تيورم كتير شهير بسموه فاينل فاليو تيورم. صح شو معناته الفاينل فاليو تيورم؟ صح يعني انا اذا بدي اعرف هيدا السيجنال اللي هون لاي فاليو بده يوصل لما تي جوز تو انفينيتي يعني شو الستيدي ستيت تاعته بدي اعرف هيدي الفاليو اللي هون هي قديش هيدي اللي هون قديش هي. اوكي
هيدي بسموها بنستعمل final value theorem. شو بقول لك final value theorem؟ بقول limit لل y of t when t goes to infinity بتساوي limit ل s y of s when s goes to zero. فأنا مش شرط أعمل equation وحط t equal infinity هون. في من هاي دغري من اللابلاس هون بحط بضرب ب s وبحط s equal to zero goes to zero بيطلع معي الفاينل فاليو على شرط السيستم يكون ستيبل. اوكي هلا بنحكي عنه على ستابيلتي الشابتر الجاي، بس على شرط السيستم يكون اذا ان ستيبل ما له معنى كل الحكي. اوكي وفيكم تجربوها على كل هول السيستم اللي عملناه هون، يعني هون تعالوا لهون اوكي حطوا اضربوها ب s حطوا s goes to zero شو بتطلع هيدي؟ اضربوها ب s اول شيء في s ما تنسوا بتطلع زيرو واضح. روحوا لهون على ال y of t حطوا t goes to infinity 0 0 0 0 خلصت. اوكي لانه exponential ضرب t هي 0. اوكي exponential minus ضرب t square هي يعني بتطلع t square على exponential minus 3t هيك. هيدي when t goes to infinity هيدي 0 ال exponential اقوى. اوكي فانه 0. اوكي طيب فروحوا على اي على هيدا هيدا السيستم. اوكي حطوا اضربوها ب s كم تطلع 0 هون حطوا محل هاي تي goes to infinity كم تطلع زيرو؟ لا مش شرط. هلا اذا جينا اخذنا مثلا سيستم اللي هو لما اخذنا هيدا السيستم اللي هو الشارج للكاباسيتر. اوكي الشارجينج للكاباسيتر شو طلع؟ اذا بتطلع y of t هي 1 minus e minus t over rc وطلع معي ال y of s شو بتساوي؟ إذا بتتذكروا هي 1 over rc multiplied by s divided by s plus 1 over rc. هيدا لما طلع بالشارج الكاباستر. طيب اعمله هون t goes to infinity 1 اعمله هون s multiplied يعني هون limit لل s y of s when s goes to 0. هلا بتطير هيدي ال s بتصير limit لل 1 over rc على s plus 1 over rc when s goes to zero بتطير ال s بتطلع اي 1. اوكي فاذا نفس الجواب فاذا هيدي بتزبط بكل السيستمز اللي شو ما كان مهم يكون ستيبل. اوكي لا استابلتي بعدنا ما بنعرف شو معناتها بنشوفها بعدين بس مهم السيستم يكون ستيبل. فهيدي بنكون حلينا قصه الستيدي ستيت حلينا. بقي في عندنا بارت الترانزنت كيف بدي اتوقع السيستم؟ يعني هل السيستم بيوصل للستيدي ستيت يعني اذا عم نطلع على السيستم هل بيوصل على ستيدي ستيت بهيدا الشكل ولا بيوصل هيك ولا بيوصل هيك ولا بيوصل ما بعرف كيف هيك؟ اوكي وهيدي كيف بدي اتوقعها؟ هلا هون بدنا نتعلم كيف بدنا نتوقع. نعمل انفرس. ايه؟ لا خلص ما عاد بدنا نعمل ما عادش بدي اسمع كلمة انفرس. خلص الانفرس عملناها بأول بارت خلصنا منها هلا ما عادش حنعمل انفرس. طيب خلينا نطلع شوي على الترم اللي طلعوا معنا. معظم السيستم التام اللي عم يطلع معنا هون مثلا s plus 1 s plus 3 s plus 3 cube s plus 3 square cube لما نعمل inverse بيطلع معي e to the power minus t minus 3t minus 3t. طيب يعني انا بشكل عام اذا جينا اطلعنا حامحي شوي هون يعني هون بس لحتى اوضع لكم الفكره نحن من الفاينل فاليو ثيرم صرنا قادرين نعرف السيستم بالاول كيف هاو ذا سيستم بيهيف بالاول بالستدي ستيت بقى في عندي بس ترانزين. طيب فاذا اذا طلعنا هيدا الترم اللي هو الواي اوف اس ايكوال 1 اوفر اس بلس اي هيدا الترم اللي هون اللي الانفرس لابلاس له هو اي ماينس تي. طيب شو بنقول؟ هيدا البي هي البول فالبي بتساوي ماينس اي هيدا بسموه بول اوف ذا سيستم بول اللي بيسفر الدينامينيت. طيب اذا هيدا البول بين معنا اذا كان الاي بوزيتيف تطلع هيدا يعني اذا اي بوزيتيف هون بدنا نشتغل لما تي جوز تو انفينيتي نحن هون بالحالتين بس هون عم نشتغل اي بوزيتيف هون عم نشتغل اي نيجاتيف. اذا الاي بوزيتيف هيدي جوز تو زيرو اذا اي نيجاتيف انفينيتي فاذا هون بيكون عندي السيستم ستيبل او كونفرجنت اذا بدكم هون بيكون عندي divergent system او unstable. هلا حنفوت اكثر بالستابيليتي بشكل مفصل اكثر بس انه هيدي كانت فكره اقول. فاذا فينا نطلع انه بالبول نحن من خلال نطلع على البول فينا اول شيء نحدد السيستم هو converge
ولا دايفيرج بانه نطلع على البول. فاذا مش بشرط نعمل الانفرس بكفي نطلع هون على البول هل البول هو بوزيتيف اور نيجاتيف. فهون البول هي ماينس اي. فاذا البول كان او بي كان بوزيتيف شو بصير عندي؟ دايفيرج لانه عكس الاي هون بيكون دايفيرجنت او انستابل. اوكي دايف او اور انستابل. واذا كان بي نيجاتيف بيكون كونفرج اوكي اور ستيبل. واضح؟ فاول شغله من خلال البول بقدر استنتج اذا السيستم ستيبل اور انستابل. هي اول شغله. الشغله الثانيه انه اوكي انا هون طلع معي البول هو بوزيتيف او نيجاتيف. اوكي طب شو اذا كان عندي سيستم مثل هيدا؟ شو البولز هون؟ ما في بول. كيف بلا في بول؟ كومبلكس. في كومبلكس بول. طب شو بصير اذا الكومبلكس بولز كانوا اذا البول كان مثلا عاده اذا كان مثل هيدا السيستم بيكون عندي بير اوف كومبلكس بولز بيكونوا كومبلكس كونجوجيت. يعني بيكون عندي واحد سيجما بلس ماينس جي اوميجا بيكونوا مع بعضهم بيجوا بير مع بعضهم. مستحيل ما يجوا بير مع بعضهم. اذا ما اجوا بير مع بعضهم بيكون بالترانسفير فانكشن في عندي كومبلكس تيرمز. كومبلكس تيرمز يعني ريزيستر بتطلع هي 2 جي مثلا. اوكي ريزيستر كومبلكس اكيد مش منطقي. اوكي فانه ليكون السيستم حقيقي التيرمز هول لازم يكونوا ريل بس ممكن البولز يكونوا كومبلكس بس اجباري بدهم يكونوا في عندي بير اوف كومبلكس كونجوجيت كومبلكس كونجوجيت بولز. يعني هيدي اجباري يكونوا مع بعض بيجوا مع بعض. صح. خلينا نطلع هون على هيدا السيستم اللي عاملينه الكوساين والساين اللي طلع معي لانه هيدا السيستم هو عباره بيطلع هيك شيء. اوكي كوساين والساين. طب اذا طلعنا على هيدا السيستم شو بيطلع معي؟ مين بيقدر يحسب لي البولز لهيدا السيستم؟ بيطلعوا البولز هون البولز بي 1 2 حنسميهم ماينس 1 بلس اور ماينس 2 جي. اوكي ف 2 جي عاده بستعمل جي اكثر من اي بال كل شيء له عليها بالفيزيكس كنترول حتى ما اخلط مع الكرنت حتى بيستعملوا جي. طيب فاذا هيدي هي البولز. طيب اذا بنطلع على البولز طلعوا هون على على الانسر ال1 هي الماينس 1 هي هاي وال2 هي هيدي الاوميجا. اوكي اجباري هي هيك على طول حتكون هيك. يعني هو هيدا الريسبونس تاعه بيطلع اي تو ذا باور ماينس اذا هيدي سميناها سيجما وهيدي اوميجا ماينس سيجما تي. سيجما هي ال1 مش ال-1 بلس ملتيبلايد او فيها رح تحطها كوساين اوميجا تي اللي هي هيدي اوميجا دي تي سموها اوميجا دي تي بلس فحنحكي عنها بعدين. اوكي بلس فاي. اوكي فاذا على طول الفورم هو هيك. طب هيدا الفورم اللي انا عندي اياه معناتها شو اللي بيحدد لي ستابيليتي؟ اللي هو الريل بارت اوف ذا بول. فاذا فينا نعمل لها جنراليزيشن اذا كان عندي سكند اوردر سيستم انه اذا الريل بارت اوف ذا بول از نيجاتيف فالسيستم شو بيكون؟ اذا نيجاتيف الريل بارت يعني هاي فاذا بتكون ستيبل. عم نحكي هالمره الماينس سيجما يعني البول الريل بارت اوف ذا بول مش سيجما real part of the pole يعني البول اللي هو هون minus 1. فاذا real part هي minus 1 هي negative system stable. اذا real part positive system unstable. يعني لو كان هون عندي 1 مش minus 1 كان حيطلع معي e to the power t يعني system is unstable. اوكي طيب فحنوقف هون. هيدي حتعطيني اول فكره. المره الجاي حنفوت اكثر بقصه البولز ونشوف هلا حددنا stability. حنحكي المرة الجاي موضوع الاوسيشن امتى بيكون في اوسيشن اذا بيكون في اوسيشن شو الوضع اتسترا. حنحكي على التايبس اوف سيستم المرة الجاي.